طيب اللي عمل ده ايه؟ زي ما قلت لك الاداره ومدير فني بجانب الامور الفنيه، عشان المدير الفني في العالم كله مش امور فنيه بس، امور معنويه وشخصيه وتاثير على اللاعبين وروح وحماس. ده كان بيعمله مانويل جوزيه، ده كان بيعمله جوزوالدو فيريرا في الزمالك، ده بيعمله بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، ده اللي بيعمله مورينيو مع الفرق اللي دربها. المدرب له جزء كبير جدا في عمليه خلق الروح والحماس في نفوس اللعيبه بجانب الامور الفنيه الطبيعيه المنطقيه. بص الفيديو ده وهيفصل لك كلامي، وهتعرف الراجل ده ازاي في وقت قليل جدا قدر يبقى مؤثر مع لاعبي نادي الزمالك. شوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. كل انا لو قاعد القعده دي قدام جوزيه جوميز، وانا ما اكدبش عليكم يعني ومش اخبي عليكم يعني ما بعرفش المس الكوره يعني ما اعرفش العب كوره خالص، هنزل اجيب هاتريك. نار، ادرينالين عمال يطلع، حماس مش طبيعي. علشان كده لو تاخد بالك الزمالك كان مخلص المباراه في اول 28 دقيقه هدفين، خدوا الجرعه نزلوا كلوا النجيله. بقول لك انا ماليش فيها، لو نزلت الملعب بعد الخطاب العظيم ده، الخطاب الحماسي ده، هنزل اكل النجيله. ده مدرب جوزيه جوميز، مكسب عظيم جدا لنادي الزمالك جدا بالمناسبه، وتاني وتالت. احيانا الناس تيجي تاخد منك الكلمتين دول وتعيد نشرهم، مثلا لو الزمالك تعثر، وارد وارد الزمالك يخسر، وارد الزمالك يتعادل، وارد كل شيء. عشان بالمناسبه الزمالك لسه ما اكتملش. يعني ايه ما اكتملش؟ الزمالك في مرحله استفاقه، بس لسه ما وصلش لاقصى حاجه، لسه ما فيش فرقه كامله، لسه في بعض الاماكن والمراكز المراكز ناقصه، لسه في لعيبه لسه ما انضمتش تحديدا في خط الدفاع. يعني في لسه شويه قصور واضحه في تشكيله نادي الزمالك. ورغم كده الراجل قادر يوصل لمرحله انه الزمالك في نهائي الكونفدراليه، الزمالك يستعيد عافيته في الدوري ويعود مره اخرى منافس على اللقب بعد ما كانت البدايه في منتهى السوء والجميع بيقول انه الزمالك بره المنافسه. الان نتحدث ان الزمالك قريب من المنافسه على لقب الدوري.